إذا الطريقة الثالثة الطريقة الثالثة إذا 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 وإذا ذهبت إلى يعني غابات إلى الغابات نعم لأن دعوتي ليس دعوة يعني مدنية مدنية لا 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 أنا دعوتي فيها مشقة أيوة مشقة مشاكل كثير كذلك الحمد لله لكن أجر كبير عند أجر الله أجر كبير نعم لكن أنا أحب دعوة غابي غابات نعم الدعوة في الغابات في الغابات نعم. أنا أذهب إلى إليهم في بيوتهم نعم في حديقات نعم أوكي. في حدائق في حدائق نعم وفي في أماكن مختلفة يعني في 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 قنائس نعم يعني في مكانهم أحسن هذا وإذا ذهبت هناك أنا يعني أجتهد أن يعني أعرف أعرف إسلام لهم شوف الإسلام كذا وكذا وكذا تبين لهم الإسلام أبين لهم نعم ثم هم يسألون لما يعني الإسلام مسلمون يعني يقتلون الناس والله أن يعني أبين لهم يعني one on one يسمى one on one يعني أنا وهو نعم أو أنا وهم نعم. في مجلسهم الحمد لله هذا أحب هذا الطريق جدا نعم تقول هذا يعني هذه الأشياء ليست من الإسلام أيوة والإسلام إسلام دين واضح عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيوة كتاب الله أيوة وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه جريمة الذي يفعل هكذا هو مجرم ومجرم ليس مسلم نعم إذا كان يعني يلبس لباس الإسلام واسمه اسم الإسلام وهكذا وفعل يعني أشياء المجرمية نعم هو مجرم مجرم لكن لا نستطيع نقول بعض الناس انه كافر وكذا لا 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 يعني لا حكم نكافر. على الاشخاص أيوة. نعم لا نكافر. لكن تقول هذا هذا مجرم هذا ليس من اسلام هذا أيوة. اجرام ايوه واذا اذا اذا فعل في النصرانيه لا يوجد يوجد اكثر انا ابين لهم في يوغندا ليس بعيد من هنا نعم لا لا يوغندا. قلنا لا تسمى أيوة بعض أيوة. الدول احسن لا لكن الاشياء يعني كل الناس يعني يعرفها نعم يوجد شخص واحد يعني يعني قتل قاتل الناس جميعا الله المستعان في يوغندا في يوغندا واسمه اسم نصرانية الله المستعان يسمى جوزيف كوني نعم يعني هو يريد يريد قوة الله المستعان في يعني يريد حكومة حكومة نعم أن يكون رئيس فيد الموسيفيني نعم عارف موسيفيني إذا يعني يقاتله نعم نعم قتال نعم يقاتله يعني مرة إذا في هذا الحركة في هذه الحركات يقتل الناس يقتل يعني النساء الأبرياء نعم والأطفال وأجوز وهكذا الله المستعان يقتلهم وهذا كل الناس يعرف هذا أنا أقول لهم هذا شخص من أوغندا نعم قتل الناس في يعني عددهم نعم نحن كمسلمون لا نقول هو يعني نعم. يفعل هذا بالنسبة للنصرانية للنصرانية لا نفعل لا يفعل نيابة نعم المسلمين المسيحيين عن المسيحيين إذا فعل هذا هو مجرم بنفسه صحيح لكن لما أنتم تقول إذا فعل الأشخاص أشخاص نعم إذا فعل شيئا قبيح صحيح يعني وهو مسلم يعني أنتم تقولون المسلمون يقتلوننا المسلمون يفعلوا هكذا عموم نعم هذا خطير وليس صحيح أنا أبين لهم الحمد لله وهم يفقهون هذه طريقة ثالث وطريقة ثالثة. جميل نعم. جدا وإذا ذهبت هناك الحمد لله أنا أجهز أجهز نعم عربية الحمد لله نعم أنا أجهز بعض يعني الطعام طعام أوكي طعام أجهز طعام يعني أروز وخبز وأشياء شاي نعم يعني يشربون ويأكلون نعم ونحن يعني نتكلم نعم الحمد لله هذا مؤلفة ولا مؤلفة قلوبهم نعم الحمد لله تأليفهم على الإسلام هذه الطريقة يعني الطريقة تعطيني أشخاص كثير جدا يأتي أشخاص ما شاء الله إذا هذه يعني هذا عملي في هذا في هذه المنطقة الله منطقة غرب كينيا نعم. نيانزا وغرب كينيا لأن غرب كينيا هنا وهنا نيانزا نعم. ونحن يعني بين أيوة بين الآن هذا المكان يعني. هذا المكان أيوة. هذا نيانزا نعم. وبعد هنا كما 3 كيلومتر
يوجد يعني غرب كينيا، وغرب كينيا الناس يسكنون هناك يسمى بالوهية. 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 نعم. وأنا عامل في نيانزا وكذلك بالوهية. ما شاء الله. هنا لأن يوجد بعض الجلاويين هناك وهم يعني نتكلم لغة واحد. نعم. وهم عندهم لغتهم لكن نتكلم لغة واحد. إذا أفعل دعوتي في نيانزا ودعوة في غرب كينيا. الله يوفقنا. هذه منطقتي. الحمد لله. وأنا بنفسي يعني أخرج من بيتي إلى الغابة وأعود. نعم.